أحد أشهر الخبراء بكورونا عدوانيته بدأت تضعف وقد يختفي. كورونا الذي يكاد عدد ضحاياه يقترب في العالم من 300,000 منذ استجد وظهر قبل أكثر من 4 أشهر، يكاد يقترب من نهايته وقد يختفي قبل اكتشاف لقاح يحد من خطره، لأن عدوانيته بدأت تضعف يوما بعد يوم، وفقا لما قاله أحد أشهر العلماء المختصين به خبرة في أوروبا، وهو الدكتور جيوسي بريموزي مدير معهد الأبحاث الدوائية في مدينة ميلانو. فيوم الأحد الماضي تحدث الدكتور البالغ من العمر 71 سنة، وقال في مقابلة أجرتها معه قناة الأسيتا التلفزيونية الإيطالية والمعروض أدناها فيديو تبثه العربية دوت نت عن أهم قسم فيها وهو بالإيطالية. وفيه يقول إن المصابين بالفيروس حاليا يختلفون عمن أصابهم قبل شهر، لأنه أصبح أقل استفحالا إلى درجة أن عدد المحتاجين للعناية المركزة منهم هم أقل من السابق أيضا، في إشارة منه إلى المرضى به في إيطاليا. وقال الدكتور جيوسيبي ريموتسي مدير معهد مايو نيجري بالشمال الإيطالي إنه لا يعرف بعد سبب خسارة الفيروس التدريجية لعدوانيته ولا سبب لانخفاض عدد المستشفيات التي تعالج مرضاها، لكنه يميل إلى أن الحصانة ضده أصبحت أكبر، لذلك فمن الممكن أن يختفي مع الوقت حتى قبل العثور على لقاح ينهيه، برغم ترحيبه بجهد المجتمع العلمي في البحث الجاد عن لقاح مناسب لها، كما وصف التغيرات التي لاحظها على الفيروس ومرضاه بالمهمة جدا. وإذا استمرت الأمور في التطور كما الآن فقد يتوقف تفشي الوباء وفق تفكيره. وذكر الدكتور أيضا أن اللقاح الذي يعمل على اكتشافه وإنتاجه عدد كبير من الدول يمكن أن يمنع العدوى من فيروس آخر مستقبلا، وقال فيما ألمت به العربية دوت نت مما نقله عنه موقع فان باج الإخباري الإيطالي إن العلاج الأكثر فعالية في محاربة الفيروس الكوروني حاليا هو استخراج بلازما النقاهة من دم مريض تعافى من الإصابة وضخها في دم مصاب آخر لتعزز جهازه المناعي فيتصدى للفيروس بقوة تتيح له النجاة من الموت الحاسم.